Portugal for his statement and the kind words addressed to the presidency. And now I have the honour to invite to the rostrum the representative of Algeria. Mr. President, firstly, I would like to extend my warmest congratulations <laughs> for your chairmanship of the Conference. لرؤساء اللجان التحضيريه على الجهود المبذوله والمتواصله في سبيل التوصل الى نتائج طموحه تجد سبيلها للتطبيق على ارض الواقع واود ان اؤكد لكم استعداد وفد بلاد الجزائر للعمل سويا من اجل انجاح اشغال المؤتمر والتوصل الى مخرجات ايجابيه تدعم الجهود الجماعيه للمضي قدما في تنفيذ التزاماتنا المترتبه عن معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه، مع الاشاره الى ان وفد بلادي ينضم للبيانات الملقاه باسم مجموعه عر... حركه عدم الانحياز والمجموعه الافريقيه والمجموعه العربيه. سيد الرئيسه لم تتح لنا الظروف الصحيه العالميه جراء جائحه كوفيد 19 عقد اشغال مؤتمرنا في 2020 الذي صادف الذكرى الخمسين لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ والذكرى الخامسة والعشرين لتمديد المعاهدة هذه الظروف من شأنها اليوم تحفيز الجميع لحشد الإرادات السياسية وتضافر الجهود الجماعية لتحقيق مكاسب عملية من شأنها ضمان تنفيذ أحكام المعاهدة لقد سجل للجزائر إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح وبخاصة نزع السلاح النووي فقد كانت أول دولة تتولى افتتاح سنة 1979 أشغال مؤتمر نزع السلاح كما ترأست مؤتمري استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2000 الذي تمخضت عنه الخطوات 13 العملية لنزع السلاح النووي ولسنة 2015 الذي بذلت فيه الجزائر مجهودات حثيثه وابان رئاستها للجنه الاولى للجمعيه العامه للامم المتحده تم تاسيس سنه 2017 لمؤتمر الامم المتحده الذي افضى الى اعتماد معاهد حظر الاسلحه النوويه كما تراست الجزائر مؤخرا بالمناصفه مع الصديقه المانيا المؤتمر الحادي عشر المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التفاذ إن هذه الإسهامات تعكس التزام الجزائر الراسخ لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين وكذا قناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي يعد أولى أولوياتها على غرار, على غرار الأغلبية المطلقة للدول الأطراف في المعاهدة والمجتمع الدولي ككل من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهده الاصيل الا وهو التخلص التام من الاسلحه النوويه لتنفيذ الصفقه الاصليه للمعاهده كون هذه الاسلحه تشكل اكبر تهديدا للعنصر البشري واذ تشدد الجزائر التزامها بتنفيذ المعاهده التي تمثل حجر الزاويه في منظومه عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين وعنصر اساسي في منظومه امننا الجماعي فانها تؤكد على اهميه عالميه الاتفاقيه وعلى ضروره احترام الدول خاصه تلك الحائزه على الاسلحه النوويه في ضوء مسؤولياتها الخاصه لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي طبقا لاحكام الماده السادسه من المعاهده والالتزامات والتعهدات المنبثقه عن مؤتمرات الاستعراض المتعاقبه بما فيها الخطوات سالفه الذكر العمليه المعتمده في 2000 وخطط العمل المعتمده في وعشرة وايمانا منها بان الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الاسلحه النوويه وانتشارها والتخلص النهائي والتام منها واعتبارا بالاثار الوخيمه للتجارب النوويه التي اقيمت على اراضيها على الصعيدين البيئي والانسانى بادرت الجزائر الى التوقيع على معاهده حظر الاسلحه النوويه حيث اغتنم هذه السانحه للترحيب بدخولها حيز التنفيذ في 2021 وبالنتائج الايجابيه والطموحه المعتمده خلال اشغال المؤتمر الاول للدول الاطراف الذي انعقد شهر جوان الفارض. هذه القناعه تجعلنا ايضا نؤكد على اهميه انضمام كل الدول لمعاهده الحظر الشامل للتجارب النوويه بما في ذلك الملحق الثاني من اجل الاسراع في دخول هذه المعاهده حيز التنفيذ وتمكينها من المساهمه بصفه فعاله في تحقيق اهداف نزع السلاح النووي السيد الرئيسه بقدر ما تولي الجزائر اهميه قصوى لنزع السلاح النووي فانها تدرك تماما اهميه عدم الانتشار النووي بصفته احد الركائز الثلاثه للمعاهده وداعما اساسيا للجهود الراميه للتخلص من السلاح النووي حيث تؤكد على ضروره ان يتسم كل برنامج نووي سلمي بطبيعه الحال بالشفافيه التامه من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الدوليه ذات الصله وفي هذا السياق تؤكد الجزائر على ان عدم الانتشار الذي يعد مسؤوليه جميع الاطراف في المعاهده سواء كانت دولا حائزة أو غير حائزة على الأسلحة النووية لا ينبغي أن يفضي إلى فرض التزامات جديدة على الأطراف غير الحائزة على السلاح النووي عدا تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة فالمعاهدة بقدر ما هي أداة ذات بعد أمني فهي كذلك ركيزة لخدمة التنمية والتعاون الدولي في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية ومن هنا فان الجزائر التي لا تتوانى عن الوفاء بكل التزاماتها في اطار المعاهده تؤكد على حق الدول الاطراف الاصيل وغير قابل للتصرف في تطوير وبحث واستعمال الطاقه الذريه لاغراض سلميه مثل ما تنص عليه الماده الرابعه من المعاهده. السيد الرئيسه لقد ساهمت المناطق الخاليه من الاسلحه النوويه في ترسيخ نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين اذ شكلت ولا تزال عمل استقرار ودعم للسلم والامن على الصعيدين الاقليمي والدولي هذا وقد عملت الجزائر في محيطها الجغرافي على المساهمه في انشاء المنطقه الخاليه من الاسلحه النوويه بافريقيا وكانت من بين البلدان الافريقيه الاولى التي صادقت على معاهد باليمبادا المنشئه لهذه المنطقه ولا يسعني في هذا المجال الا ان اعبر عن انشغالنا امام العراقيل التي حالت الى حد الان دون تنفيذ قرار انشاء منطقه خاليه من الاسلحه النوويه واسلحه الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط التي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد لسنه 1995 وفي هذا الاطار يرحب وفد بلادي باعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده لمقرر يهدف للتفاوض في اطار مؤتمر سنوي تحت رعايه الامم المتحده على معاهده ملزمه من شانها انشاء منطقه خاليه من الاسلحه النوويه واسلحه الدمار الشامله الاخرى في الشرق الاوسط وفقا للتعهد الذي اقرته الدول الاطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنه 1995 ان هذا المؤتمر الذي عقد دورته الثانيه في شهر نوفمبر الماضي يسعى الى اقامه منطقه خاليه من الاسلحه النوويه واسلحه الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط باعتبارها خطوه عمليه في غايه الاهميه تهدف الى تحقيق الامن والاستقرار والسلام في المنطقه وفي العالم سيد الرئيسه لا شك ان نجاح اجتماعنا هذا يتوقف على مدى قدرتنا الجماعيه على ايجاد مخرجات توافقيه تحقق التوازن بين الركائز الثلاثة للمعاهدة من شأنها تجديد الالتزامات والتعهدات المعتمدة في إطارها وتضمن وفاء الدول خاصة الحائزة على الأسلحة النووية. ختاما على كل الأطراف التفضل بإبداء استعدادها لحوار بناء وتعاون متبادل حتى يتسنى لنا المضي قدما بأشغال مؤتمرنا والوصول إلى نتائج تعكس الجهود الجماعية المبذولة وتراعي مصلحتنا الجماعية في تحقيق عالم خالي من الأسلحة النووية And I thank you Mr. President I, I thank the representative of Algeria for his statement and the kind words addressed to the presidency.